نرجع لسيفيريت، قداش عندهم سيارة إسعاف؟ هل هي مجهزة وإلا لا؟ تعمل لا؟ ساعة سيد قال تكلم في الهاتف قال ما نجموش، قال ما عندناش سيارة إسعاف باش توصلها من سبيطار لسبيطار آخر. عندنا زوج سيارات إسعاف، للوحدة متاع سامي 04، الوحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي، وعندنا سيارة اللي نستعملوها في الاستعجالي اللي تحول المرضى، كما قال من مستشفى لمستشفى الأخ، آخر. تحول المرضى من الحبيب بورقيبة لهادي شاكر. وصحيح اللي قالوا تمشي تحول مريض السيارة، يهزم مريض لهادي شاكر يحب له ساعة، بالطبيعة على الآخر مش قاعد يستنى حتى تجي السيارة تعمل تقوم بالمهمة متاعها وترجع، معناها سيارة واحدة. بالنسبة للسيارات اللي أنت جبت عليهم، أنا زوج سيارات إسعاف سامي 04 هذم، وكما سألت أنا سي منصور قبل شوية قلت له على بالكم بهم السيارات اللي جاو، جاونا السنة هذه آخر سنة 2012 في دي أكتوبر نوفمبر جاتنا سيارة جديدة من الوزارة، وفي اوت 2013 جاتنا سيارة ثانية، لكن معناتها تعزز الأسطول واليو أربع سيارات. سيارات موجودة لكن ما نخدمش به، معناش علاش؟ ما فيش إطار اللي يتخدم به، لا ثم لا سائق ولا ممرض ولا طبيب اللي يخدم فيهم. عندي زوج سيارات جدد واقفين غادي، أولا أنا سألت قال لي صنف آ، صنف اي يلزمها تكون مجهزه من جميع المعدات بتاعها، احنا اللي جابوهم لنا لان احنا اللي خديناه من الوزاره ما هم صنف اي، السياره صنف اي لكن المعدات ما فيهاش، هذه تعتبر صنف با. بي خدينا ووقت اللي تسالنا قالوا في ان شاء الله في مارس 2014 تجي المعدات نعطيكم. ان شاء الله من بعد شويه معنا سي نوفل السمراني مسؤول عن وحده الاستعجال بوزاره الصحه، ان شاء الله يعطينا يعني توضيحات عن الامور هذه مع سيارات الاسعاف. شنو ناقصكم كتجهيزات في قسم الاستعجال؟ انتم ما عندكم توا ثلاثه، واحده تهز من مستشفى لمستشفى وزوز زوز يخدم. هاكم اللي سامي زوركات، هاكي وحده متنقله نتاع انعاش فيها طبيب وفني وسائق، هاكم ما يحاولوا، ورغم هكا يحاولوا المرضى مش يخدموا لبرا، يحاولوا مرضى اللي من قسم من الهادي شاكر يجيبوهم لقسم الانعاش ولا القسم السامي، خاطر السامي يخدم في خدمه يغطي على قسم الانعاش، خاطر قسم الانعاش ديما ضغط كبير عليه. احنا انت جيت امس وشفت عندنا 7 مرضى اللي يتنفسوا بالاجهزه وراقدين في السامي، في وقت اللي انا جبت لك منشور، المنشور اللي يقول السيد الوزير يقول كون المريض في السامي يلزمه ما يتفوتش ثلاث ساعات. احنا وريتك امس صوره نتاع مريضه رقدت عندنا 7 سنوات، 7 سنين راقده في السامي، 7 سنين وجا وزير اول ووزير ثاني وثالث وزير وكتبت الدوله وكل علاش الشفوه، اخذت 7 سنين؟ معلش خاطر يلزمها جهاز، هي معناها يلزمها جهاز تاع تنفس، ما تنجمش نحيو لها وعندكم جهاز؟ احنا في نركبوا لها جهاز قاعده، اللي خسر اللي خسرته الوزاره ولا المستشفى يجيب لها 4 أو 5 أجهزة مش جهاز واحد، 7 سنوات وهي قاعده واخده فرش وتتنفس بالماكينه الى ان رحمه الله عليها انتقلت الى جوار ربها. مليون 300 ألف ساكن 7 ولايات، معناتها مجاورة لصفاقس الكلهم يجيو لصفاقس زو سيارات إسعاف، واحدة هذيك ما نحسبوهاش خاطر بين المستشفيات حجم الاستيعاب يظل كبير برشا. واعيين السيد عمر راهو الإدارة الجهوية لهنا راهو خدمات صحية لازمها تكون واعية انه فما سيارة اسعاف جات بدون معدات لهنا، قال لي ما عنديش سائق ما عنديش اطار طبي ما عنديش ممرضين، معناتها البطالة واكلة البلاد ونحنا ما لقيناش. هذا المواطن شو يقول؟